في هذا الفيديو ستتعرف على كل ما تحتاج لمعرفته حول التهابات المسالك البولية. سنغطي الأسباب والأعراض والخيارات لعلاج حتى تتمكن من التخلص من هذه العدوى المزعجة إلى الأبد. أولاً، عدوى المسالك البولية هي عدوى تؤثر على جهازك البولي، الكلى والحالب والمثانة والإحليل. تشمل معظم التهابات الجهاز البولي السفلي المثانة والإحليل النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بعدوى المسالك البولية، والنساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة. يمكن أن تحدث عدوى المسالك البولية عندما تغزو البكتيريا من الأمعاء والمسالك البولية عبر الإحليل وتبدأ في التكاثر في المثانة. يسبب التهاب الناتج أعراضاً مثل الآلام أو الحرقان أثناء التبول وزيادة تكرار التبول والبول العكر والبول ذو الرائحة النفاذة وآلام الحوض لدى النساء. إذا تركت دون علاج يمكن أن تنشر العدوى المسالك البولية إلى الكلى وتسبب مشاكل أكثر خطورة. ثانياً، العدوى أكثر انتشاراً في المسالك البولية. عدوى المسالك البولية الأكثر شيوعاً هي القولونية، وهي نوع من البكتيريا تعيش عادة في الأمعاء. يمكن أن تدخل هذه البكتيريا أحياناً إلى المسالك البولية وتسبب العدوى. قد تشمل أعراض التهاب المسالك البولية ما يلي: حرقة أو ألم عند التبول، كثرة التبول، حاجة ملحة للتبول، بول غائم أو دموي، بول ذو رائحة قوية، ألم في الحوض عند النساء، ألم في المستقيم عند الرجال. ثالثاً، أسباب الإصابة بعدوى المسالك البولية. عدوى المسالك البولية هي عدوى تحدث عندما تدخل البكتيريا في المسالك البولية. تشمل المسالك البولية الكلى والحالب والمثانة والإحليل. تعد عدوى المسالك البولية نوعاً شائعاً من العدوى، وسيصاب معظم الناس بواحد على الأقل خلال حياتهم. النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية من الرجال، ويزداد الخطر مع تقدم العمر. يمكن أن يؤدي الحمل وانقطاع الصمت والجماع أيضاً إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية. قد تشمل أعراض التهاب المسالك البولية الألم أو حرقان أثناء التبول، أو البول الغامق أو الداكن، أو البول ذو رائحة النفاذة، أو ألم الحوض، أو ظهور دم في البول. إذا تركت دون علاج يمكن أن تسبب العدوى المسالك البولية مضاعفات خطيرة مثل تلف الكلى. عادة ما يتضمن علاج التهاب المسالك البولية استخدام المضادات الحيوية. رابعاً، تشوهات المسالك البولية. تشوهات المسالك البولية شائعة وتحدث في كلا الجنسين. يمكن أن تكون خلقية موجودة عند الولادة أو مكتسبة لاحقاً في الحياة. الشذوذ أكثر شيوعاً هو انسداد المسالك البولية، والذي يمكن أن يتسبب في رجوع البول ويؤدي إلى تلف الكلى. تشمل الحالات الشاذة الأخرى تضييق مجرى البول، ارتجاع البول من المثانة إلى الكلى، وانسداد مفصل الحالب والحوض، انسداد حيث يلتقي الحالب بالكلية. يعتمد العلاج على شدة الحالة غير الطبيعية، ولكنه قد يشمل الجراحة أو الأدوية أو التدخلات الأخرى. خامساً، علاج عدوى المسالك البولية. يتم علاج التهابات المسالك البولية بالمضادات الحيوية. في معظم الحالات تختفي العدوى في غضون أيام قليلة في بدء العلاج، ومع ذلك قد يحتاج بعض الأشخاص إلى دورة أطول من المضادات الحيوية. شكرا لمشاهدة الفيديو. أمل أن تكون قد وجدت هذه المعلومات حول عدوى المسالك البولية مفيدة. إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات فلا تتردد في تركها أسفل الفيديو.